فالعالم أرأف وأرحم بالتلميذ من الأب والأم، لأن الآباء والأمهات يحفظون ولدهم من نار الدنيا، من آفات الدنيا، أما العلماء فيحفظون هذا الولد من نار الآخرة وشدائدها وأهوالها وعذابها. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كان من علماء الصحابة قيل له: بما وجدت هذا العلم؟ كيف حصلت هالعلم اللي عندك؟ قال: بأمرين، بشيئين. ما تكون تعرفوا شو هني؟ قال: بلسان سؤول. كان يسأل اللي ما بيعرفوا يسأل عنه أهل العلم. بلسان سؤول، ما كان يخجل، ما كان يستحي، ما كان يقول بينه وبين نفسه: إذا أنا هلأ سألت حبين أنه مني فهمان، وبركي في ناس ضحكوا علي، وأنا صورتي عند الناس أنه أنا متعلم ومحصل علم ومخلص كتاب كذا وكتاب كذا، لو سألت المدرس أو الشيخ هذا السؤال حيبينوا أنه أنا مدعي، حبين أنه أنا مدعي عندهم. لا، بما وجدت هذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. لا أخجل أن أسأل لأتعلم حتى أؤدي ما أمرني الله به على الوجه الذي أمرني الله به، وأعقل ما أسمع من الجواب بقلبي.